سعدتم مساء مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في موعدنا اليومي كل شيء عن وباء كورونا. في المستهل سنتوقف عند الحالة الوبائية في المغرب ودلالات الأرقام المحينة، كما سنفرد مساحة للحوار نتحدث فيها عن قطاع السيارات في المغرب وسبل الدفع به إلى مكانة مريحة رغم الرجة التي أحدثتها تداعيات كورونا. ثم سنسأل في الجزء الأخير من البرنامج عن معالم عالم ستسمه علامات مستجدة تقطع مع الكثير من مسلمات الماضي العام. أهلا بكم معنا. تفضل الملك محمد السادس بإعطاء موافقته لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي قصد رفع تقريرها النهائي للنظر الملكي السامي، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر يناير المقبل. وتهدف هذه المهلة الإضافية لتمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المتربة تبع عن وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدى المتوسط والبعيد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن عملية التشخيص المكثفة التي دعا الملك محمد السادس أرباب المقاولات إلى القيام بها في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19 ستمكن من الحفاظ على صحة مستخدميهم وصحة ذويهم وتسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي في بلاغ تلاها اليوم بالرباط بعد انعقاد مجلس الحكومة أن من شأن هذا الإجراء أن يساهم في تمكين عدد من الفئات الاجتماعية مزاولة أنشطتهم التجارية والمهنية وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة العاملين وذويهم. جدد السيد رئيس الحكومة التعبير عن اعتزازه بالإنجاز الجماعي لبلادنا تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وتوجيهاته الحكيمة، وبفضل مبادرته الاستباقية وتعليماته السامية، وكانت آخرها دعوة جلالته أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة تتيح لهم الحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات تشخيص لمستخدميهم. كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل. ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي ببلادنا وتمكين عدد من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتهم التجارية والمهنية وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة العاملين وذويهم. تطلق مؤسسة المدى حملة كشف واسعة عن مرض كوفيد-19 عن طريق اختبار PCR والاختبارات المصلية لفائدة جميع أطر وموظفي مجموعة المدى، وتدخل هذه الحملة في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من انتشار هذا الوباء في البلاد وبتعليمات من مساهمي مجموعة المدى. وستتم عملية الكشف التي تنظم بدعم شامل من طرف المجموعة من خلال وحدات متنقلة بشراكة مع مستشفى الشيخ زايد، بغاية الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعائلاتهم. وتؤكد مجموعة المدى من خلال هذه المبادرة غير المسبوقة التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية تجاه أطرها وموظفيها، وستمكن هذه الحملة من الاستعداد لرفع حالة الطوارئ الصحية وعودة الأطر والموظفين تدريجيا إلى العمل في أحسن الظروف.
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 81 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 8003 حالات. وقال منسق المركز الوطني لعملية طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208 حالات. وأضاف أنه تم تسجيل 329 حالة شفاء من المرض خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 7195 حالة. سجلت 81 حالة جديدة لمرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة ببلادنا إلى حدود هذه الساعة إلى 8003، ويصبح بالتالي معدل الإصابة 22 لكل 100,000 نسمة. للأسف الشديد سجلت حالتي وفاة، لترتفع إجمالي عدد الحالات الوفيات إلى 208. بالنسبة لحالتي الوفاة رحمهما الله، سجلتا بكل من مدينة قلميم ومدينة الرباط. مع ذلك يبقى معدل الفتك مستقرا في 2.6%، أقل من المعدل العالمي الذي يساوي في الوقت الراهن 5.9%. انضافت ولله الحمد والشكر 329 حالة شفاء تام جديدة، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى حدود هذا الوقت إلى 7195 متعافٍ، ويرتفع بالتالي معدل التعافي إلى تقريبا 90%، وهو أكبر بكثير من المعدل العالمي اللي هو 48.3%، والمعدل الأفريقي اللي هو 43.9%. وأوضح الدكتور معاذ المرابط أن الحالات النشطة التي تهم الأشخاص رهن العلاج تساوي حاليا 600 حالة، أي بمعدل 1.7 لكل 100,000 نسمة. توجد 15 حالة منها بأقسام الإنعاش والعناية المركزة. في الوقت الراهن توجد 600 حالة نشطة في مختلف مستشفيات المملكة، أي بمعدل 1.7 لكل 100,000 نسمة. هذه الحالات النشطة يوجد 15 منها بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، 10 بمدينة بجهة الدار البيضاء سطات، وبالخصوص في ويعني بالتحديد في مدينة الدار البيضاء، منها 4 تحت التنفس الصناعي، 3 حالات بجهة أو بمدينة مراكش، حالة واحدة بمدينة طنجة تحت التنفس الصناعي، وحالة واحدة بمدينة فاس. ولتقديم قراءة علمية للحالة الوبائية نستضيف البروفيسور نبيل قنجاع، رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. بروفيسور، أهلا وسهلا بكم معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. طيب، بالنسبة إلينا هناك مؤشرات إيجابية كنسبة الإماتة التي تقدر ب 2.6%، نسبة التعافي تصل إلى 90%، ومعامل الانتشار أقل من 0.8. هل بالنسبة إليكم هذه مؤشرات تدل على أننا تجاوزنا مرحلة الخطر بروفيسور؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. طبيعة الحال هذه المؤشرات هي إيجابية جدا، لأن كما قلتي كاين 8000 حاليا ديال الحالات، 208 الله يرحمهم ديال الوفيات، وانتقال ديال الفيروس نقص قل من 1 تقريبا 0.7. وملي كنقارنوا هاد الأرقام هذه بعد ماضي تقريبا 3 شهور على هاد الوباء مع الدول
حتى الدول اللي قريبه لنا مثلا كاسبانيا اللي فرق اللي بيننا وبينهم 14 كيلومتر كنلقاو بان الفرق كبير جدا، وخاصه هذه الايامات الاخيره كنشوفوا بان الارقام كتزيد وكتهبط. هذه مؤشر جد ايجابي ان يمكننا نفتخروا به باننا لحد الساعه يمكننا نقولوا باننا ربحنا واحد المعركه، المعركه الاولى، يعني معركه هي معركه حاسمه اللي يمكن مكنت لنا نكونوا في هذه الارقام اللي مشجعه جدا. بحال اللي قلت قبيله، الى قارنا مثلا غير مع اسبانيا مثلا 208 الحالات اللي كتاسفوا عليهم الله يرحمهم، 208 كانوا كيتشافوا مثلا في اسبانيا غير في صباح واحد، حنا عندنا في المده ديال الابيديمي ديال الوباء كله. هذا مشرف جدا ومفخرا للمغرب بالنسبه لنا كاطباء. وكان بغيت نغتنم هذه الفرصه باش نشكر جميع الاطر اللي خدمت واللي استطعت توصل هذه النتائج، من اطباء وممرضين ومساعدين واداريين وكل مؤسسه الدوله. الدوله دارت واحد العمل جبار باش يمكننا نقولوا حاليا بان احنا هذه المعركه الاولى ديال الكوفيد، والسلطات اللي كنا كنشوفوهم بجميع الفئات ديالهم كيخدموا بالليل والنهار باش وصلنا لهاد النتيجه والحمد لله. ولكن الحرب على الكوفيد مازال ما ربحناها، مازال بعيده. طيب، تقول اننا ربحنا المعركه، ولكي نربح هذه الحرب ما هي المؤشرات التي يجب ان تتحقق لكي نصل الى بر الامان؟ كتعرفي السيده، هذا الفيروس فيروس جديد يصيب لأول مرة الإنسان. بزاف حوايج تمكننا نعرفوهم على 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 المدة ديال هاد الأسابيع وهاد الشهور. كاين بزاف حوايج اللي ما عارفينهمش، اللي مازالين كنقلبوا بهم ومازالين كنكتشفوهم ومازالين كندرسوهم. مثل ماذا بروفيسور؟ ما الذي يخيفك؟ لأن ملي ما كتكونش الوباء عرفناه أول حاجة هو معرفة الوباء، ما كنكونوش عارفينها بحال مثلا لا غريب ولا مثلا لي زوطخ ايبيديمي، كنكونو عارفينهم كيفاش كيمشيو. لكن ثلاثة الاحتمالات، إما هذا الفيروس غادي يختفى بصفة نهائية بحال الصخ ديال 2002 ما عرفناش، وإما غادي يبقى معنا موسمي، غادي يمشي يجي في البرد ويرجع ويمشي في الصيف ويجي في البرد، وإما غادي يبقى لواحد المده اللي ما عرفناش. هادشي كله ما يمكنناش نعرفوا، خص يدوز عليه واحد المده ديال عام تقريبا وعاد يمكننا نعرفوا هاد الفيروس غادي يمشي ولا لا. دونك كاين الاحتمالات، اللي كاين مؤكد علاش مازال ما ربحناش الحرب، لان الفيروس مازال كاين. طيب، ما حد هاد الفيروس كاين، دونك الحرب ما يمكنناش نقولوا بان ربحنا بصفه نهائيه وتغلبنا بصفه نهائيه على 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 الفيروس. وعندما نكون في الحرب نكون حذرين، ومن بين طبعاً اساليب الحذر نجري اكثر من 10,000 تحليله. هناك حديث اننا سنصل الى 20,000 تحليله، هل هذا العدد كافي لمعرفه مدى انتشار الفيروس بروفيسور؟ لان التحليلات المهمه ديالهم هي نحاربوا الوباء بالتحاليل. نعم. يعني شحال ما درنا ديال التحاليل، شحال ما اكتشفنا الحالات اللي يمكن لينا نعزلوهم ويمكن لينا نداويوهم، شحال ما الوباء غادي نقصوا منه وغادي يمكننا نقضيو عليه بالتحاليل. بطبيعه الحال هاد التحاليل هادي ملي كتشوف النتيجه ديال الايجابيه ديالها هي اقل من 1%، يعني كيداروا 10,000 13,000 في اليوم، هذا عدد مهم جدا. والتحاليل يمكن لها تزيد، وغادي تزادوا التحاليل ديال لا سيرولوجي يعني ديال الدم باش نشوفوا واش كاينين لي زونتيكور يعني المضادات، ونشوفوا واش داروا، واش المريض دار المرض من قبل وبرا منه ولا مازال في المرض ولا ما كاينش عنده المرض. طيب، هنا استوقفك دكتور واعتذر. نعم. على المقاطعه، لم نسال هذا السؤال في ميديا ان تي في. ما اهميه التحليل بالدم؟ لماذا هذه النقطه مهمة بالنسبة إليكم؟ أسمعها من أكثر من بروفيسور. تحاليل ديال الدم كتسمى لا سيرولوجي، كنقلبوا على لي زونتيكور يعني المضادات ديال 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 الفيروس. الإنسان هذا دونك لأن الفيروس دار التشخيص ديالو عرفناه باش مكون إلى آخره، وكاينين جوج الأنواع ديال لي زونتيكور كتعرفوا بهم واش سبق لك درتي المرض وبريتي من المرض وعندك لي زونتيكور اللي يمكن لهم يدافعوا عليك على المرض، ولا راك في الحاله ديال المرض، يعني عندك النوع ديال لونتيكور اللي كيقول راك في حاله ديال المرض، ولا راك ما عمرك
كتستيف هذا الفيروس ما عمرو اتصل به، وهذه علاش كنديروها كدير على نطاق واسع في لا بوبولاسيون عند الناس، باش كنعرفوا شحال عندنا ديال المغاربه اللي هما تقاسوا بالفيروس واللي عندهم اللي يمكن تكون عندهم واحد المناعه اللي باش ما يديروش مرض واحد اخر سوغ لو بلون على بالنسبه للابيديميولوجي، باش كتكون عندك واحد الوضوح ديال 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 فين غاديين، يعني فين غادي هذا المرض بالنسبه للشعب المغربي كله عند المغرب. طيب بروفيسور، مع ارتفاع نسبه التحاليل قلت نسبه الاصابه، هل ها نتيجه هذه الاجراءات الاحترازيه ام ان الفيروس اصلا لم يكن منتشر ام انه تحول ربما عندنا كذلك؟ لا الحمد لله، دابا ملي كنديروا التحاليل بكثره وكينقصوا الحالات الايجابيه، يعني طبيعه الحال الاجراءات الاحترازيه عندها لعبت واحد الدور ضخم في تقليص العدد ديال المرضى، وهذه الاجراءات ماشي غير بطبيعه الحال التحاليل، ملي كدير التحليله وكتلقى الواحد اللي ايجابي وكتمشي تقلب على المخالطين ديالو وكدير لهم التحاليل وكتحيدهم، كتهرس هاد العدوى، وكنعرفوا بان هاد الفيروس مثلا الا خليناه كيسيركولي عادي بدون طرق احترازيه وقائيه، كنعرفوا بان لو ار اللي هضرت عليه قبيله اللي قل من 0.8 كيساوي 2.7 حتى 3، يعني اي مريض يمكن له يصيب 3 الناس الا بقى في لا سيركولاسيون ليبر، يعني على برا والناس كتسارى بدون وقايه، ومريض مده قلب شهر يمكن له يعادي 400، دونك ودير الحساب غادي هادشي غادي يطلع تصاعدي بطريقه جد كبيره، عليها كتشوف مثلا في الدول كالبرازيل وكالمكسيك حاليا كالولايات المتحده عندهم الاعداد بالالوفات. هاد الاجراءات الاحترازيه فيها التحاليل باش نعرفوا شكون اللي ايجابي، وكنعسوا كل ايجابي كي داس في المستشفيات، وقليل الدول في العالم اللي نعست الايجابيين كلهم، اولا باش نداويو المريض المرض ديالو ونعرفوا على بكري فوقاش غيدير مضاعفات وباش ما يمكنش يوصل للحاله الحرجه، ثانيا ملي كتنعسو في السبيطار وكدير ليه الاحترازات الوقائيه كتمنع العدوى مثلا على غتخليه في الدار الى اخره، والحجر الصحي اللي طبقاتو بلادنا في الوقت مبكر جدا ساهم كثير بتكسير هاد العدوى اللي كتشرح هاد الارقام الحمد لله اللي عندنا. طيب بروفيسور، استمعتم إلى معاذ المرابط عندما يتحدث عن وجود 15 حالة في أقسام الإنعاش، لا نعلم كيف كانت نسبة الملء فيما مضى من الأيام. كانت مثلا أنا نعطيك المثال على 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 المستشفى الجامعي ديالنا الحسن الثاني. نعم. في الأول ملي بدينا وكانوا المرضى كيجيو كانوا كيجيو في حالات خطيرة جدا وفي حالات حرجة جدا، كانت النسبة ديال القسم الإنعاش اللي كنا صوبناه خصيصا للكوفيد بكل الآليات ديالو كانت في 30 حتى 40% ديال الامتلاء ديالو بالكوفيد. فبديك الوقت هذاك في الاسابيع الاولى ديال 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 هذا المرض. حاليا في السي اش يو في لاغيانيماسيون في السي اش يو عندنا مريضه وحده، دونك الحالات ديال الحرجه نقصوا بزاف بالنسبه للفتره الاولى. طيب نحن على بعد ايام من رفع الحجر الصحي اذا لم تمدده السلطات، والجميع يتحدث عن رفع تدريجي للحجر، ما هو رايك كطبيب بروفيسور؟ رفع الحجر الصحي هذا كيدخلوا فيه بزاف ديال 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 المؤسسات، كل مؤسسه ديال الدوله خدامه على البروتوكول ديال رفع الحجر الصحي ديالها، بالنسبه للنقل، بالنسبه للسكك الحديديه، بالنسبه للعمل، بالنسبه للعطل، الدوله كلها خدامه على الحجر، على رفع الحجر الصحي، وكل شيء تيقول خصو يكون رفع بطبيعة الحال، لان اللي قلت لك قبيله ما كنعرفوش هذا الفيروس كيفاش يمكن له ينتقل وكيفاش يمكن له يولي، هذا الرفع خصو يكون تدريجي ومراحل، ومن مرحله لمرحله مثلا كدوز واحد الوقت ديال الحضانه الفيروس باش يشوفوا فين غادي يزيدوا، مثلا اذا كانت المرحله الاولى مزيانه وكاين صفر حالات غادي تزاد من رفع الحجر الصحي الى اخره، دونك هذه الدوله مكلفه بهذا الشيء، ولكن من الناحيه الطبيه
المهمة والمسؤولية ديالنا احنا كمغاربة كمواطنين هو نلتزموا بالوسائل الاحترازية والوقائية اللي هي مهمة جدا باش يمكننا ننتصر. من غير المسؤولية ديالنا في الوقاية راه اي دور اللي غادي ديروا الدولة، والدولة دارت واحد العمل جبار وغادي يبان لنا من بعد ان شاء الله ملي غادي نشوف هذا الدور ديال الدولة اللي دارت في الوقاية. بقى لنا احنا كمغاربة كمواطنين باش نلتزموا بالوسائل الوقائية بجميع الميادين. طيب بروفيسور، أعلم أنك قضيت عمرا في المستشفيات، كانت هذه الجائحة اختبار قاسي للنظام الصحي المغربي، هل من نقاط إيجابية لهذا النظام الصحي المغربي؟ أين مثلا فاجأك أنت بروفيسور؟ لا، هو الحمد لله هي رغم كل المشاكل وكل الصعوبات ورغم التضحيات ديال الاطباء اللي بالنسبه ليا والممرضين ابطال اللي كيخدموا ساعات طويله في الاقسام وفي الاقسام ديال الكوفيد، اكتسبنا بزاف ديال 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 الايجابيات. مثلا هذا الفيروس حنا مشينا فيه بالنسبه للعالم كله المستوى واحد، تكونت مدرسة مغربية علمية مكونة من جمعيات علمية بجميع الاختصاصات اللي خدموا على هذا الفيروس كورونا قبل ما يبان حتى عندنا في المغرب، ابتداء من فبراير، وخرجوا دي ريكومونداسيون ديال الاطباء ديالنا ديال المغاربة، وخرجوا الأنظمة ديال كيف التعامل ديالنا ديال المغاربة مع الفيروس، ودرنا بزاف ديال فيديو كونفيرونس، ودرنا بزاف ديال ماشي غير الصعيد المغربي حتى على في افريقيا. مشكورين على هذا العمل الجبار اللي دار اللي خرجت لنا واحد المدرسه مغربيه ديال وطنيه. ثانيا تعلمنا كيفاش ندبروا هذه الجائحه، واكتسبنا خبره كبيره في تدبير الجائحه اللي في وقت وجيز، لان يعني الحاله كانت مستعجله ما يمكنليش تسنى. السبيطارات كلهم قلبناهم ورديناهم اختصاصيين في الكوفيد، والاستراتيجيه اللي يمكن لنا تحمي الموظفين ومع ذلك نداويو المرضى. مع هذا كاين بزاف الحاجات اللي خصهم الوقت كبير، بحال مثلا ملي كتشوف بان المغرب قدر يصنع ريسبيراتور ارتيفيسيال، جهاز تنفس اصطناعي، لي زونيفرسيتير يعني الجامعيين حتى هما شاركوا بزاف ديال الصناعات وبزاف ديال المواد اللي استعملناهم في الكوفيد. الكمامات المغرب كيصنعوهم وصنع اكثر من الحاجيات ديال المغرب مثلا، واللي كان هو الهاجس ديالنا اللي بعض الدول مثلا الاوروبيه اللي ما قدتش تطبق الاستراتيجيه ديالها اللي ما عندهاش كمامات. دونك ربحنا. طيب ما الذي ينقص النظام الصحي المغربي ليكون اقوى؟ مثلا ملي الى قارنتي مثلا الميزانيه ديال المستشفى الجامعي ديالنا ومستشفى جامعي في اوروبا تلقى واحد الفرق كبير جدا، ولا قارنتي الميزانيه ديال الصحه مع المشكل ديال الميزانيه، المشكل ديال الميزانيه ديال البحث العلمي، المشكل ديال الموارد البشريه اللي عندنا اقل بكثير من الموارد البشريه ديال الدول المتقدمه. وحنا بينا بان يمكننا نمشيو بعيد الا كانوا هذا الشيء كله مجموعين ان شاء الله. البروفيسور نبيل قنجع رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كنا سعداء جدا باستضافتك، تحية لك ولكل الكوادر الطبية. شكرا إلى اللقاء. بعد مرور شهر على استئناف أنشطتها تدريجيا، تواصل شركة سوماكا التابعة لمجموعة رونو المغرب تعزيز التدابير الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل عدد من الحالات في مصنعها منذ أسبوعين. لمعرفة هذه الإجراءات قام وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي بزيارة لهذه الوحدة الصناعية المتواجدة بمنطقة البرنوسي بالدار البيضاء. تفاصيل الزيارة في هذا الروبورتاج لإيمان مجيب ويونس الصغيري. من أمام شركة سوماكا لصناعة السيارات بمدينة الدار البيضاء، الشركة التي عرفت منذ أسبوعين تسجيل 117 حالة إصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي استدعى تكثيف التدابير الوقائية لتفادي انتشار الفيروس. اليوم بعد مرور 15 يوما على تسجيل الحالات، يقوم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي بزيارة لهذه الوحدة الإنتاجية للإطلاع على أهم التدابير التي مكنت الوحدة من الحد من انتشار الفيروس بين عمالها.
إجراءات تبدأ من وسائل نقل المستخدمين لتشمل جميع مرافق الوحدة الصناعية، بروتوكول أضحى ضروريا بكل المقاولات المغربية لا سيما بالوحدات الصناعية والتي تضم عددا كبيرا من المستخدمين. إجراءات شكلت محور الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لشركة سوماكا. نحن اليوم في مقاولة كانت سباقة في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة بغية تفادي انتشار الوباء. جميع الإجراءات معتمدة هنا كما هو الحال في عدد من الوحدات الصناعية. هذه الزيارة مكنتنا من الوقوف على نموذج حي لمقاولة ستمكن من إنعاش الاقتصاد الوطني في ظروف آمنة وصحية. permet de redémarrer l'économie dans les conditions les plus sanitaires et les plus sécuritaires possibles. إدراكا منهم للمخاطر الكبيرة لتنقل العدوى داخل المصانع، اتخذ مسؤولو شركة سوماكا جميع التدابير الوقائية لضمان النظافة والسلامة الصحية لمستخدمهم، إجراءات كلفت الشركة ما يقارب 14 مليون درهم. درنا استثمارات مهمة كتقدر تقريبا في سوماكا ب 14 مليون ديال الدرهم، فيها لي دوبلومون ديال لي بوس ديال اللي كيجيو خدامة، فيها لي تو مويان سانيتير اللي شريناهم ديال لي كاميرا لي جيل لي فيستيار، كلشي هادشي باش يمكن لينا نحافظوا على الصحة والسلامة هي الأولوية ديالنا. فبدينا الآن بجوج ديال الفروق عوض ثلاثة كيفاش كنا قبل، بدينا تدريجيا باش يمكن لينا نواكبوا طلب تجاري على السوق العالمي. وقد شرعت مصانع مجموعة رونو المغرب في استئناف أنشطتها تدريجيا في 27 من شهر أبريل المنصرم بعد أن تم إغلاقها في 19 من شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، مع اعتماد التدابير المحددة من قبل السلطات المغربية بالنسبة إلى المقاولات التي تواصل إنتاجها في ظل فترة الحجر الصحي. قال مدير مصنع رونو نيسان بطنجة جون فرانسوا غالي إن المصنع في وضع تشغيل شبه طبيعي بفضل وضع خطة صحية مكنت من استئناف الأنشطة مع ضمان حماية العاملين. وأضاف غال خلال زيارة له اليوم للمصنع أنه تمت مضاعفة عدد حافلات نقل العمال لتقليص عدد الركاب، كما تتم المراقبة التلقائية لدرجة حرارة العاملين بمدخل المصنع باستعمال كاميرا حرارية. يذكر أن إعادة التشغيل التدريجي للمصنع والتي انطلقت في 27 من أبريل كانت مشروطة بزيارة لجنة وزارية والسلطات المحلية. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ أحمد أزرار وهو خبير اقتصادي. أهلا وسهلا بكم معنا. أهلا وسهلا. شكرا. أذكر أنكم عضو كذلك مؤسس للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي. تعرفون سيدي أن المغرب يراهن على إقلاعه الصناعي، يراهن على قطاع السيارات كذلك. هذا القطاع كما تعرفون أصيب بانتكاسة على الصعيد العالمي بسبب وباء كورونا. كيف يمكن أن يبعث من جديد، أن نحثه على أن يتموقع في مكان مريح؟ شكرا. أولا القطاع عالميا كان دخل في أزمة ونقص حاد من الطلب ديالو سنتين قبل كوفيد 19. إذن كان وكذلك هو عالميا في تحول في المنظومة ديالو اللي كترجع إلى الآن إلى الدول الصاعدة اللي الآن تمكنت من جلب أكثر من 50% ديال الإنتاج العالمي لها. كذلك القطاع هو في تحول تقني عميق كما كتعرفوا، لأن الرقمنة والمسألة كذلك الإيكولوجية كتطغى على التحول الآن ديال القطاع. وكذلك التقنيات الجديدة يعني كلها الروبوتيزاسيون يعني الذكاء الآلي يعني دخل بقوة في القطاع، والشيء اللي كذلك يعني وهذا الشيء تلازم مع نقص في الطلب. نعم. لان كذلك لان حتى المستهلك يعني كان لاحظوا بان كاين هناك تغير في الطلب، ولذا ف يعني من الناحيه فيما يخص المغرب فهو قطاع فعلا استراتيجي. كتعرفوا بان عنده واحد السنوات كثيره، لأن القطاع وإن تجدد في السنوات الأخيرة فهو قطاع يعني عريق في المغرب، عنده 50 عام ديال التاريخ. إذا تمكن من يعني من مسائل قوة
كبيرة، ولا أدل على ما أقول، وهو أنه الآن هو عنده الإنتاج الأول على الصعيد الأفريقي من ناحية السيارات السياحية، وكذلك هو عنده 80% ديال الإنتاج العام فيما يخص حوض الأبيض المتوسط، رغم أنه عندنا واحد المنافسين يعني واخا ماشي قويين ولكن منافسين يعني في حوض، وخصوصا من الجانب الآخر لأن المنافسة قوية من ناحية من عند تركيا، ولكن كذلك من أوروبا الشرقية. أوروبا الشرقية اللي الآن كتطمح باش تكون الصين الجديدة في هذا الميدان، مادام أن أوروبا كتطمح باش ترجع السلسلة لأوروبا وترجعها للصناعة يعني لأوروبا. طيب أستاذ، هل لا تمتلكون أرقام عن حجم الأضرار التي أصيب بهذا القطاع في المغرب؟ لا، مع الأسف ما كاينش أي أرقام، ولكن كما كتعرفوا يعني شهرين ديال التوقف قطاع مهم اللي هو كتعرفوا كاين ثلاثة ديال رؤوس الأقلام كبيرة اللي هي شركات عالمية واللي كتنتج في المغرب، أوروبية جوج وصينية ثالثة، ولكن كذلك أكثر من 150 ديال الشركات اللي كتدور حول هاد المنتجين الكبار، وتسعة ديال النظم متكاملة ناف إيكو سيستم يعني اللي كتخدم في هذا القطاع، يعني قطاع متكامل، رغم أنه بطبيعة الحال ماشي عنده المنظومة كاملة كلها. إذا التوقف ديال شهرين كان عنده واحد الوقع كبير، مادام أنه الطلب كما كتعرفي نقص عالميا يعني بالتوقف، وكذلك المنظومة ديال التموين والتصدير توقفت، لأنه سلسلة يعني التجارة الخارجية كلها توقفت كما في والدة. هذا الشيء كان عنده وقع، وربما غادي يكون غادي يمشي أكثر من 20 حتى 30% ديال الوقع على الإنتاج المغربي. طيب، هناك جهود حثيثة لإعادة النشاط إلى صناعة السيارات في المغرب خاصة، ما هي نقاط القوة التي يجب أن يأخذها المغرب في حسبانه من أجل إنعاش هذا القطاع الذي تقول إنه راكد منذ سنتين تقريبا؟ ماشي راكد، يعني عندنا مناطق قوة كبيرة نماها المغرب، ولا يعني ذكرت على التجربة الكبيرة، لأنه كما في الفوسفات إلا هضرتي على الفوسفات فيعني قطاع متكامل وعنده تجربة يعني وعنده دراية وخبرة يعني قطاعية مهمة، وكذلك عنده يعني تنافسية. بطبيعة الحال كانت التنافسية الأولى وخصوصا في قطاع السيارة يعني ذات الثمن التنافسي، كاين تنافسية يعني ديال الوزراء، تنافسية ديال وزراء يعني ورأس مال يعني ديال مسيرين ديال القطاع يعني من حنكة متقدمة، ولا زالت كذلك يعني كتعمل يعمل هذا القطاع على تدريبات والرفع من القدرات ديال المستخدمين. وكذلك المسألة الثالثة وهي أنه كذلك التجهيزات الكبيرة اللي كتوفر عليها، ولا من ناحية الإنتاج ولا من ناحية كذلك التصدير واللوجيستيك. ولكن أستاذ يعني كل هذا مرتبط كذلك بكمية وحجم الطلب. فعلا السوق هو الإشكال، والكل يعني الآن ساير، لأنه انطلقت يعني الدعاية كبيرة وتنافس قوي في السوق العالمية، وكذلك تعطات إمكانات لأن الدول كلها الآن سايرة كتدعم الطلب في هذا القطاع، وكتعمل باش يعني ترجع يعني المستهلكين ديالها والزبناء ديالها. والمغرب لازم يمشي في هذا الطريق، لان مسؤولي انه ما غادنا كيف يعني. استاذ، من هم المتدخلين الفاعلين في هذا القطاع؟ من عليه اليوم ان يرمي بكل ثقله لانعاش هذا القطاع؟
يعني هناك ثلاثة ديال الطبقات، يعني الأول يعني اللي هو المسؤول الأول وهما بطبيعة الحال الشركات المنتجة هي أولا، وثانيا هو القطاع ككل، لأن القطاع منظومة القطاع والمحترفين ديال القطاع والجمعيات ديال القطاع عندها دور خصها تلعبه. كذلك هناك يعني الجهات يعني اللي فيها الاستثمارات، لأن المنتخبين المحليين كذلك عندهم دور خصهم يلعبوه في هذا باش يعني تشجع القطاع وتعطالو جميع الدعم باش يمشي ويرجع للقطاع. وكذلك وتعطى كذلك تسهيلات للمستهلك أستاذ. نعم، تسهيلات تمنح للمستهلك كذلك. فعلا المستهلك، لأنه الآن كاين واحد كما قلت لك تنافس كبير عالميا على المستهلك، لأنه كل شيء كيحاول باش يسترجع المستهلكين ديالو، وكذلك يمشي المستهلكين جدد وبطرق جديدة. وهنا مع مراعاة القدرة الشرائية والبيئة كذلك أستاذ. نعم، البيئة فعلا، لأن هذه إشكالية أخرى، لأن كتعرفوا القطاع ساير في هذا المحل، ولكن احنا في يعني الانتاج ديالنا الان هو انتاج سيارات من ثمن يعني مناسب، وعندنا امكانات وعندنا السوق ديالها، ما دام انه كذلك هذه الاشكاليه ديال التنافسيه كاينه في الاسواق اللي هي اسواقنا الان. كاين اللي قلت لك وهو انه الان وهو مناخ جديد، مادام أنه الآن دول المنافسة الأخرى خصوصا من دول شرق أوروبا وكذلك آسيا مستعدة باش تعطي يعني دعم كبير وتسهيلات يعني المستهلكين والزبناء ديالها، خصنا نحتاطوا من هذا الشيء، وخصنا كذلك نخدموا بطرق جديدة، يعني بيكون عندنا واحد الذكاء في استرجاع يعني المستهلكين والزبناء ديالنا. طيب ما هي نوعية السيارات أستاذ التي يمكن أن يكون للمغرب موقعا تنافسيا فيها؟ هل نعرفها على الأقل؟ نعم، عندنا تنافسية كبيرة اللي قلت لك في هذا الشيء اللي عندنا الآن، لأنه احنا السيارة السياحية وكذلك السيارة التجارية الخفيفة، المغرب يعني عنده قلت لك 80% في حوض البحر الابيض المتوسط ديال الانتاج، والسوق ديالو متواجده في اوروبا، وكذلك كذلك السوق اللي هي في متناولنا كذلك هي جنوب الصحراء وكذلك حول البحر الابيض المتوسط، هذه عندنا. ولكن كذلك مع البحث ربما على اسواق جديده بالطبع، لانه الان كل شيء غادي يكون متضارب على هاد الأسواق الجديدة، وعندنا إمكانات في أسواق يعني في أوروبا، يعني الشيء الموجود الآن، ولكن كذلك على المدى المتوسط والطويل خصنا كذلك نسترجعوا واحد المجموعة ديال الإمكانات، لأنه هذيك السلسلة الكبيرة ديال الإنتاج ما عندنا شيء فيها كل شيء، خصنا نسترجعوا كذلك واحد المنظومة كبيرة من هاد السلاسل باش نجبدوا مستثمرين جدد وننتجوا هذه الامكانيات باش نرفعوا من القيمه المضافه الوطنيه، باش يكون عندنا كذلك ربح اكبر ووقع على الاسواق جديده، خصوصا الاسواق كذلك اللي هي في متناولنا. طيب استاذ، بنت الجائحه على توفر المغرب على قدرات ابتكاريه مهمه، الا يمكن مثلا استغلالها كذلك في الاقلاع وتقويه هذا القطاع؟ وهذا هو يعني آنيا ومستقبلا، يعني هذا هو الحل مبتغى. الحل هو دعم البحث العلمي والابتكار، وذلك برفع القدرات ديال المنظومة ديالنا ديال البحث وديال الجامعات وكذلك ديال المقاولات نفسها، باش ندعموا، لأن التنافسية غادي تكون بالخصوص في الميدان التقني في ميدان الابتكار، لأنه كما كتعرفوا راه وبدينا به بهذا الشيء في مستهل هذا اللقاء، لأن المنظومة الجديدة ديال الإنتاج كلها غادية الذكاء الآلي وغادية الاستعمال الإنسان الآلي وغادية كذلك المنظومات التقنية الجديدة، كخصنا نكونوا متواجدين فيها، كما انه لانه ما خصناش نبقاو بعاد
على السياره الايكولوجيه. نعم. ما خصناش نبقاو بعيد كذلك حتى على السياره اللي مالا السياره يعني الانديبوندونت اوتونوم المستقله، راه خصنا نتواجدوا فيها لان ما خصناش يكون الطموح ديالنا قليل، خصنا لان عندنا منظومه متكامله خصنا نمشيو مادام انه هذه يعني عندنا امكانيات خصنا نمشيو فيها، مادام انه كاين سوق لهذا الشيء خصنا نمشيو ليه بسرعه. طيب الأستاذ أحمد آزرار، شكرا جزيلا لكم على كل المعلومات التي قدمتموها لنا. شكرا لكم. دخل قبل أيام قرار سلطات السماح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها دخل حيز التنفيذ شريطة الاقتصار على تسليم طلبيات المحمولة والالتزام بالتدابير الوقائية، لكن معظم أرباب هذه الفضاءات لم يتجاوبوا مع القرار وطلبوا بخطة عمل مشتركة مع الدولة تعينهم على تجاوز تداعيات الجائحة التي ألحقت بهم ضررا بالغا. نموذج من مدينة طنجة في هذا الروبورتاج لسهيل بوزرارة وعبد الصمد منتصر والتقرير لإيمان أغوتان. في هذا الشارع المحاذي لكورنيش المدينة تتجاور المقاهي والمطاعم التي كانت فضاءاتها الخارجية والداخلية مأهولة بالرواد هجروها قسرا قبل نحو 10 أسابيع، ومنذ أيام سمح لها مجددا بفتح الأبواب، لكن لتسليم الطلبات المحمولة وفي وجه المكلفين بخدمة التوصيل إلى الزبناء. معظمها آثر مواصلة الإغلاق لأنه لا يرى سببا مقنعا للفتح. ديال الافتتاح ديال الامبورتير ما كاينش مفتوح، كاين 1% اللي هو محلول، هو المناطق اللي هو حي شعبيه هو اللي كاين محلول وجالس كالس مول القهوه اللي جالس فيها، ما كاين لا خدام لا والو. الساد الناس اللي عندنا راهو ما جالسين، خو كيجيو عندنا يقولوا ما عندي ما نعمل لكم، كلشي واقف 1% بهذا العدد اللي قلت لك 3000 قهوه 1%. في المقابل تجاوبت بعض المقاهي والمطاعم وخاصة المتخصصة في الأكلات السريعة والخفيفة، تجاوبت مع قرار استئناف العمل في ظل الالتزام التام بشروطه وبالتدابير الوقائية الضرورية. كل وسائل التعقيم الحمد لله كل شيء، الدراري ديالنا كاملين عاملين احتياطات ديالهم، ما كتشوف الطباخ راه هو انت لابس المسائل ديالو، حنايا بدنا الوقاية والكمامة ديالنا التعقيم. بالنسبة للتدابير ديال كورونا كنبقاو واقفين في الباب، هو كيجيب لنا لا كوموند ديالنا. بالنسبة راكم عارفين دابا يا كورونا وطلقوا بالنسبة للأمبورتي وتزاد علينا الإقبال ديال ليفريزو، ودابا راك عارف حنا واخدين الاحتياطات ديالنا. المشهد في مدينة طنجة هو نفسه في كل المدن والأقاليم التي أحصي بها أزيد من 250 ألف مطعم ومقهى ومحل للأكلات الخفيفة تشغل ما يربو عن 2 مليون مستخدم. ومن أجل تجاوز الصدمة يطالب أربابها بتدابير خاصة، في مقدمتها منح قروض بعيدة المدى وإعفاءات ضريبية تمكنهم من رؤية شعاع من ضوء في نهاية النفق المظلم. للحديث عن معالم عالم ما بعد كورونا يسعدنا كثيرا أن نستضيف الأستاذ الدكتور محمد النشطاوي، وهو أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش. أهلا وسهلا بكم دكتور، أذكر أنكم خبير كذلك في القضايا الدولية. شكرا جزيلا، مرحبا. أهلا وسهلا بكم معنا. هناك من يقول دكتور بأن وصف ما يجري بالأزمة هو وصف غير دقيق تماما، لأن الأزمة نعرف أنها محدودة في الزمن. نحن إذن في عالم آخر، هل من مؤشرات تدل على أننا فعلا في عالم آخر؟ أكيد، فعالم ما قبل كورونا لن يكون عالم ما بعد كورونا، سوف تتغير عدد من المعطيات، ونحن كأناس وكبشر أكيد أننا ستتغير عدد من الأشياء ونظرتنا لعديد من الأشياء فيما يتعلق بالتعامل معها، وفيما يتعلق كذلك بآفاقنا ونظرتنا لطبيعة الأشياء. أكيد أن التعاملات مع البشر سترتبط بتعاملات الدول، وتعاملات الدول في وسط جائحة كورونا تغيرت وطغت عليها عدد من المصالح وعدد من المعطيات، وأكيد أنه فيما بعد هذه الجائحة سوف ستكون مطالب الدول
واهتماماتها عكس ما كان عليه، خصوصا وأننا في السابق كان هناك الاقتصاد وكان هناك السياسة، وحاليا هناك العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية والبحث عن الآليات الصحية وكذلك الآليات المعرفية هي التي ستشكل غنى وتطور الدول. طيب دكتور، هناك من يقول أن هذا العالم ما بعد كورونا سيشهد تحالفات جديدة، انقسامات أخرى، انفراط لعقد بعض الاتحادات الموجودة. هل سنشهد نظاما دوليا جديدا ربما بمفاهيم مختلفة تماما عن ما كنا نعرفه من قبله؟ فالسؤال الذي يطرح حاليا هو هل سيشهد العالم تحولا في بنية النظام الدولي بعد انتهاء هذه الجائحة، خصوصا في ظل السلوك المضطرب الذي ظهرت عليه الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب. وبالتالي فجائحة كورونا بدأت تؤثر على التوازنات الإقليمية والدولية وبدأت تحفز تساؤلات تطال واقع ومستقبل النظام الدولي في ظل بروز بعض المؤشرات التي ترجح تراجع مكانة الولايات المتحدة وقوة الصين وتضعضع دول الاتحاد الأوروبي وبروز قوى شرق آسيوية، خصوصا سنغافورة وكوريا الجنوبية التي كانت لها قدرات مهمة في التعامل مع جائحة كورونا. وأكيد أن هناك عدد من المفكرين الذين بدأوا يطرحون التساؤلات، ما هي مضامين النظام العالمي الجديد الذي ربما سيشهد نهاية الحقبة الأمريكية؟ صحيح أن الولايات المتحدة بدأت في ظل قيادة ترامب تبين بأنها ليست أهلا لقيادة العالم، هناك تعاملات مجحفة مع دول الاتحاد الأوروبي، هناك نزاعات تجارية وصحية كذلك مع الصين، هناك نزاع مع منظمة الصحة العالمية، نزاع حاليا داخلي بين الرئيس وبين قيادة عدد من الولايات الأمريكية، هناك حاليا أحداث مرتبطة بمقتل الأمريكي من أصول إفريقية. فأكيد بأن كل هذا سيؤثر على عالم ما بعد كورونا وسيؤثر على التوازنات الإقليمية في هذه الفترة، وأكيد أنه ستظهر رؤى وتحليلات تبين إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه الجائحة على مستقبل النظام العالمي. وكيف تؤثر هذه الجائحة على ملف الهجرة؟ دكتور، الآن يمتلكون ربما بينة دامغة، الجانب الصحي قد يجدون فيه ربما سببا قويا للزج بعيدا بهذا الملف الحارق. ملف الهجرة كان دائما ملفا حارقا لا للولايات المتحدة ولا كذلك لبلدان الاتحاد الأوروبي. لاحظنا كيف تعاملت بلدان الاتحاد الأوروبي مع ما وقع في سوريا ويقع في سوريا وما وقع ويقع كذلك في ليبيا، والولايات المتحدة كذلك تشهد بناء الجدار مع المكسيك، ودونالد ترامب بنى سياسته الشعبوية على الحد من الهجرة. وأكيد أن جائحة كورونا ستعمق جراح المهاجرين داخل هذه البلدان وفيما يتعلق بمن ينوي الهجرة لهذه الدول. وبالتالي فأكيد أن المهاجر سوف يجد نفسه وسط دوامة من المشاكل الداخلية لهذه الدول والتي بنت عليها برامج سياسية، خصوصا بالنسبة لليمين المتطرف. لذلك أعتقد بأن المشكل الهجرة كان ولا يزال وسيبقى دائما من مشكلا وملفا حارقا بالنسبة لهذه الدول المستقبلة للمهاجرين. طيب، ربما للعالم اليوم أجندة جديدة، لو تصفحنا صفحاته الأولى أي المواضيع سنجدها اليوم في السبق؟ صحيح أنه في السابق كان المشكل العسكري والمشكل السياسي والمشكل الاقتصادي طاغيا بقوة. حاليا تغيرت منظومة العلاقات الدولية وبدأ طاغيا مشكل الصحي ومشكل التعليم، وأن هناك من يرى بأن العالم سيشهد في السنوات المقبلة وصول الصين إلى قيادته، وهناك من يرد على هذا الأمر بأن مشكل أو مفهوم القيادة سوف لن يقتصر فقط على مدى قدرتها على صياغة قواعد الاقتصاد الدولي بقدر ما هي آليات التي يجب أن تتوفر عليها، مما يجعل
أنها قادرة على المشاركة وعلى صناعة القرار على الصعيد الدولي. الولايات المتحدة بنت قوتها على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب العسكري والسياسي بسيطرتها على مجلس الأمن داخل الأمم المتحدة. الصين حاليا صحيح أنها في الستينات كانت لا تشكل سوى 2% من الاقتصاد العالمي، وسنة 1916 16%، وهناك توقعات بأن حصتها من الاقتصاد الدولي سنة 2044 ستكون 30%. لكن السؤال، هل بهذه السيطرة على الاقتصاد الدولي ستصبح قوة لها نفس مقومات التي توفر عليها الولايات المتحدة؟ وهنا كثير من المفكرين يرون بأن مفهوم القوة في حد ذاته ومنطق تحول القوة لابد أن يخضع لعدد من المفاهيم مرتبطة بالقوة الاقتصادية، مرتبطة كذلك بالقوة العسكرية، ومرتبطة كذلك بالجانب المعرفي. والولايات المتحدة بدأت تنحدر في هذه السياقات، لكنها لا زالت تسيطر على مقاليد الاقتصاد العالمي بسيطرتها من منطلق الدولار وكذلك اتخاذ القرار السياسي. في أقل من دقيقة جاك أتالي وكثيرون يتحدثون أهمية اقتصاد الحياة، هل فعلا سيؤخذ بهذا الاقتصاد الصحة، التعليم وكل ما يخدم الحياة؟ أكيد، وحاليا الدول التي تخرج بأقل الخسائر من جائحة كورونا سوف يكون لها مدى في الاقتصاد وفي المنظومة الدولية، وسنغافورة والصين وكذلك كوريا الجنوبية أبانوا بأن لديهم القوة في المجال الصحي وتمتلك منظومة صحية تمكنها من العمل على تجاوز هذه الإكراهات، لأننا نعيش حاليا تداعيات جائحة كورونا، والله أعلم في السنوات المقبلة وربما الشهور المقبلة ستكون هناك جوائح وأوبئة أخرى لا أحد يعلم ما مدى تداعياتها ومدى انتشارها ومدى تأثيرها على الناس وعلى العلاقات الدولية. وبكل تواضع، المغرب كذلك أبان عن حنكة في تعامله مع هذه الأزمة العالمية، كيف يمكن أن يساعده ذلك في التموقع وإن جرت الأمور على ما يرام؟ الجزائر كذلك قرأنا ما كتبته نيويورك تايمز كذلك عن التجربة التونسية، كيف يمكن أن نتموقع؟ فالمغرب كان سباقا للتعامل مع جائحة كورونا، واستفاد من الأخطاء التي ارتكبتها عدد من الدول الأوروبية خصوصا إيطاليا وإسبانيا، وأرسى ترسانة من الإجراءات التي مكنته من تجنب صدمة وهول المآسي التي عرفتها وتعرفها الدول الأوروبية. وبالتالي كانت الحكومة المغربية بقيادة صاحب الجلالة سباقة للعمل على اتخاذ تدابير احترازية، العمل على توقيف الدراسة، العمل على توقيف النشاط الاقتصادي فيما يتعلق ببعض القطاعات. هذه التجربة عمليا دكتور نشطاوي؟ أكيد، فالتجربة المغربية هي رائدة، وربما فرانسوار في أحد مقالاتها أبانت بأن المغرب شكل صدمة لعدد من الدول الأوروبية بمدى تجاوبه مع تداعيات كورونا والإجراءات الاحترازية التي مكنته لحد الآن من أن تكون الإصابات قليلة وعدد الوفيات كذلك قليلة، وكان كذلك من الأوائل الذين طبقوا بروتوكول الدكتور راؤول والعمل على اتباع منهج فيما يتعلق بالشفاء من هذه الجائحة، وكذلك خلق صندوق للتضامن من أجل امتصاص التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة. الدكتور محمد النشطاوي، شكرا جزيلا لكم على كل ما تفضلتم به، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، المزيد من الأخبار دائما على موقعنا في الإنترنت ldntv.com. إلى اللقاء.